الكابتن الكبير كابتن سعد سمير. الكابتن سعد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي كريم، انا اللي سعيد ان انا معاك وبتشرف بيك ومنور دايما ومتالق دايما. يا حبيبي الف مليون مبروك مبدئيا. الحمد لله، الله يبارك فيك، والحمد لله بنشكر ربنا. خطوه مهمه وتاريخ للعيبه دي، اول مره يشاركوا في افريقيا وصلوا لدور مجموعات، فالحمد لله. المباراه النهارده اتصعبت ليه؟ اتصعبت علشان خاطر احنا ضغطنا نفسنا بزياده، يعني حطينا ضغوط اكتر من اللازم، وكان في استعجال اكتر من اللازم، وفي شربعه. صح. فهو ده اللي صعب علينا المباراه. الماتشات اللي زي دي محتاجه هدوء ومحتاجه تقل وتقسم الماتش يعني على مراحل معينه علشان خاطر تقدر تخرج بيه ماتشات، بالذات خروج المغلوب. صحيح. فيمكن ده ما حصلش في الشوط الاول، فده اللي ضغطنا شويه الشوط الثاني. يعني الهدف كمان اللي سجلوه هدف في منتهى العشوائيه بصراحه. يعني الكره قلشت وراحت لواحد فيهم واحنا بنحاول نطلع من الاوفسايد، فاتفنشت. لكن هي دي الماتشات الافريقيه، لازم تهتم بكل تفصيله وبكل حاجه. وكويس ان احنا بنتعلم بخبرتك يعني. بخبرتك الكبيره يا كابتن سعد، في وسط المباراه كنت بتقول ايه لزمايلك اللاعبين؟ عشان حسيت زي ما انت قلت كده انه في توتر بدون داعي، في صربعه وفي استعجال برضو بدون داعي، كنت بتتكلم معاهم بتقول لهم ايه؟ عمال اقول لهم نهدى، يعني نهدى يا رجاله وخلي الكره على الارض ونهدى، احنا محتاجين جون، جون واحد هيرجعنا للماتش. احنا بنوصل بس برضو بنفنش الهجمات باستعجال شويه، بصربعه شويه. لكن محتاجين نهدى بس، وهنجيب يعني لحد الدقيقه 90 بقول لزمايلي هنجيب جون، هنجيب جون، خلي عندكم ثقه ان شاء الله هنجيب جون. فجبنا الجون في الدقيقه 92 والحمد لله، يعني قدرنا نرجع للماتش. فرقه محترمه جدا يا كابتن سعد فيوتشر، مجموعه لاعبين رائعين جدا ومدير فني اكيد محترم الكابتن علي ماهر. دايما توقعاتنا بالنسبه للفريق انه ينزل مع قدام اي فرقه موجوده في افريقيا، تحديدا الفرق اللي موجوده كمان في الكونفدراليه، يعمل مباراه كبيره. في الدور التمهيدي والدور الحالي فيوتشر حاسه لسه ما دخلش البطوله، ده ليه علاقه بخبرات اللاعبين؟ والله كريم بالعكس، انا شايف ان احنا يعني اول ماتش كسبنا بصعوبه 1-0، ده كانت اول مباراه بالنسبه لنا، كان عندنا غيابات كتير ونقص كتير. صعدنا الدور اللي بعد كده كسبنا تاني مباراه 4-0. صحيح. يعني تاني مباراه ابتدينا نخش زي ما انت بتقول كده في البطوله، كسبنا هناك 2-0 وكسبنا هنا 4-0، فدي برضه نتائج ايجابيه جدا لفرقه اول مره تشارك مشاركات افريقيه. يعني لما تيجي تشوف اللعيبه اللي شاركت ممكن تقول جنش، سعد سمير، مروان محسن، اللي لعبوا باستمرار في بطولات افريقيا. صحيح. 95% من الفرقه ما شاركتش خالص. فدي نقطه مهمه جدا مع اول مره. وبعدين الحاجه الثانيه، الفرقه اللي موجوده بتاعت اغسطس دي فرقه مصنفه في دوري ابطال افريقيا وماشيه بشكل كويس جدا في البطوله طبعا السنين اللي فاتت، وبتوصل قبل النهائي قدام الترجي، فان انت برضو بتتخطاها وبتعديها، فده برضو نجاح كبير. انا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس مع الفرقه. ممكن الاداء مش في كل المباريات احسن حاجه، لكن ان انت بتكسب دي خطوه كبيره جدا ومهمه في البطوله. صحيح، مشاركه اولى افريقيه فتقدر تعمل دوت، فده في حد ذاته شيء جيد جدا. يعني عاده الفرقه اللي بتخش البطوله الافريقيه اول مره، فرقه مصريه او اي فرقه، يعني الامور بالنسبه لها بتبقى في منتهى الصعوبه. طبعا